يعني هل فعلا عندما أوجه ولدي يعني نحو الطب والهندسة كما ذكرت، أول حال عند كما تقولون في أرض الكنان الحبيبة الحال من بعضه، يعني ما يقع عندكم في كحالة استنفار في بالنسبة للبكالوريا أو ما تسمونه الثانوية العامة هو نفسه عندنا، يعني الوطن العربي عموما يعني وقد صب عليه بمغرفة واحدة كما نقول نحن المغاربة. نعم. تقول الشخص عندما توجه ولدك بهذه يعني بهذا السعار وهذه الحمى التي تتملكك مباشرة بعد نهاية امتحانات البكالوريا ومباريات الولوج للجامعات والمعاهد العليا للطب والهندسة أو شيء من هذا القبيل، يعني تقول له دعك من الشعارات التي يمكن أن تحملها أمام الجماعة وأمام الأحبة وأمام الأسرة، في قرارة نفسك هل تريد من ابنك فعلا أن ينصر الإسلام بهذا؟ فإن قال نعم نقول له علامة ذلك أن نرى من ابنك التزاما واستقامة على أمر الله عز وجل ابتداء، يعني المنطق يقتضي أنك كنت تضع له أرضية متينة صلبة من عقيدته من عبادته من سلوكياته ومعاملاته كما أوصى بذلك الله عز وجل على لسان لقمان، يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة ولا تصعر خدك للناس، عقيدة عبادات معاملات، يعني هل فعلا أوقفت ابنك على هذه الأرضية الصلبة وبعدها تركته ينطلق؟ كان شيخنا الشيخ محمد زحل رحمة الله عليه لما رحمة سئل الله. سؤالا، يعني هل هناك من إشكال يتعلم الطالب مثلا الفلسفة؟ قال لهم، وأذكر هذا كنا في درس المسجد، قال لنا علموا الأولاد العقيدة الصحيحة التي تربطهم بالله عز وجل ولا يضركم بعد ذلك ولو قرأ الكتب التي يكتبها إبليس بنفسه، يعني نضع أولا أولادنا على أرضية صلبة ثم بعد ذلك يمكن لنا أن نزعم سواء لأنفسنا أو لغيرنا أننا فعلا نريد أن ننصر الإسلام والمسلمين من خلال يعني تحقيق الكفاية في بعض العلوم بأولادنا، لكن واقع الأمر يعني يكذب هذا، كل ما نراه إنما هو سعار نحو تأثيث ذلك البيت الذي ذكرت به المثال، ضربت به المثال الأول، ذلك البيت الصغير الموجود في المنطقة النائية الذي نفعه يعني قاصر على مدة قصيرة جدا، وهذا هو الذي نوجه له إليه أولادنا في الحقيقة. صحيح يدخل في هذا يعني الآلة الإعلامية لأن لها تأثيرا كبيرا على الناس، فالآلة الإعلامية الآن توجه الناس ليكونوا عبيدا للرأسمالية، يعني لم تعد آلية تقييم الناس هي قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم تعد هي قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته جزاك الله خيرا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن صارت آلية تقييم الناس وآلية الحكم على التفاضل بينهم هي كم تملك من المال، بل حتى هذه العلوم التي يعني يسوقون إليها أولادهم الطب الهندسة وكذا إنما هي لتحقيق فقط وضعية اجتماعية واقتصادية معينة، يعني حتى يعني في العالم الغربي عندما يحصل الطالب على شهادة الدكتوراه هنا يبدأ مساره الفكري والإبداعي، عندنا في العالم العربي عندما يحصل على شهادة الدكتوراه هنا يبدأ مساره في البحث عن لقمة العيش وينتهي الإبداع ويتوقف الفكر. طبعا هذا ليس حتى ليس صدرك علينا أحد، نحن نقول على هذا كما نقول الأصوليون هذا عام مخصوص يعني.